فرق الإطفاء الأسترية تتسابق مع الزمن من أجل السيطرة على الحرائق التي تلتهم مساحات كبيرة من الغابات لليوم السابع على التوالي في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم مدينة سيدني. فرق الإطفاء تواصل عملها في يوم صعب يتسم بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح جافة تزيد في انتشار الحرائق وبإمكانية التقاء عدة بؤر لتتحول إلى كارثة ضخمة غير مسبوقة. مسؤول فرق الإطفاء المحلي يقول: لم نتحكم في الوضع بعد وأمامنا ساعات، لذلك توجد بؤر جديدة تشهد توسعا وقد يتواصل انتشارها لا سيما في منطقة الجبال الزرقاء. منطقة الجبال الزرقاء تعد من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث أتلفت الحرائق أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي ودمرت أكثر من 200 منزل. التغيرات المناخية حقيقة موجودة فعليا كما سبق لأن قلت، ويجب الرد عليها بقوة، لكن هذه الحرائق لا شك في أنها غير مرتبطة بالتغيرات المناخية. في اليوم السابع لهذه الكارثة لا تزال 59 بؤرة مشتعلة، حوالي 20 منها خارجة عن السيطرة. وإذا كانت لم تحدث خسائر بشرية باستثناء شخص توفي بسكتة قلبية، فإن مصير المخلوقات الأخرى المنكوبة بالكارثة يبقى في مهب الريح وألسنة النيران.